الدرس الرابع الهواية الحوار تسلق الجبل Meet Atika, an active college student who loves engaging in outdoor activities. Today, she's planning to go on a hike with her family at Bukit Keluang, Terengganu. As she helps her family pack their things in the car, her next-door neighbor Zubir comes by and wants to tag along. Let's listen to their conversation. أريد أن أذهب إلى جبل كلوان للتسلق. مع من تمارسين التسلق؟ سأمارس مع أسرتي. هل يمكنني أن أذهب معك؟ طبعاً. هيا بنا. في الجبل. حسناً. أولاً، هيا نقوم بالتمارين قبل التسلق. طيب. يمكننا نبدأ بممارسة المشي والركض. فكرة جيدة. وتساعد على صحة الجسم. وسنشاهد المناظر الطبيعية حول الجبل. حقا. إن تسلق الجبل هواية مدهشة جدا.